واستكمالا لمسيرة التنمية التي حققتها مصر على مدار السنوات الماضية، شهد عام 2022 طفرة تنموية واقتصادية كبيرة رغم الأزمات العالمية التي عصفت بكل دول العالم. فبفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاعت الدولة الصمود أمام الأزمات العالمية، خاصة أزمة التضخم والأزمة الأوكرانية. رغم تصاعد الأزمات العالمية وتأثيرها السلبي على جميع الاقتصاديات، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته في مواجهة تلك التحديات. تحديات أكدت أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة أمام الأزمات العالمية. فالاقتصاد المصري يقف وسط توقعات بوضع أكثر تحسناً واستدامة خلال عام 2023، مع تنامي الصادرات غير البترولية والبترولية وعائدات قناة السويس. وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 600 مليون دولار شهرياً، في حين تستهدف الحكومة الوصول إلى مليار دولار شهرياً خلال العام المقبل. وأسهم ذلك في زيادة الصادرات النفطية من 8 مليار و600 مليون دولار في العام المالي 2020-2021 إلى 18 مليار دولار في يونيو الماضي، وتحقيق فائض نفطي صافي بنحو 4 مليار و400 مليون دولار بدلاً من عجز نفطي صافي خلال الأعوام الماضية. الصادرات غير النفطية هي الأخرى زادت بنسبة 29.1%، حيث تستهدف الحكومة الوصول إلى 100 مليار دولار من إجمالي الصادرات في 5 سنوات من خلال إرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزاً للصناعة والإنتاج والتصدير، لتحقيق نمو مستدام وغني بالوظائف يقوده القطاع الخاص. أما قناة السويس فحققت عائدات قياسية بأكثر من 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022. العجز الكلي للموازنة انخفض كذلك إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.3%، وخفض الدين إلى 87.2%، بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية. وشهدت مصر تنظيم العديد من المؤتمرات والجلسات النقاشية، فضلاً عن طرح أفكار ومقترحات لإيجاد حلول جذرية تشاركية للنهوض بالاقتصاد المصري ومواجهة التحديات العالمية. المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والذي عقد برعاية الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 23 وحتى 25 من أكتوبر 2022، كان الحدث الأبرز اقتصادياً للتوافق حول خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة. واستهدف المؤتمر اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، حيث تمت صياغة 125 توصية من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين موزعة على عدد من المجالات والقطاعات. منظومة الرخصة الذهبية آلية أخرى تنفذها الدولة بهدف تيسير مناخ الاستثمار في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بوضع آلية لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على نحو فعال وسريع. كما ساهمت وثيقة سياسة الملكية، والتي تحدد ملكية الدولة، على تشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات. هذا وتقوم الحكومة بالعديد من القرارات والإصلاحات والقوانين التي نجحت بالرغم من الصعوبة البالغة التي يواجهها مناخ الاستثمار على مستوى العالم في جذب نحو 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال العام المنقضي، في أعلى رقم تم تحقيقه خلال 15 عاماً.